صباح الخير على كل اللي بيشوفونا النهارده، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الحياه فكره. الحياه عباره عن ايام، الايام دي كلها عباره عن اوقات بنعيشها. طب الاوقات دي نقدر نستغلها ازاي؟ كل يوم بيجي لنا فكره جديده نقدر نستغلها. ربنا دايما ميزنا عن باقي المخلوقات ان احنا عندنا عقل، بنقدر نفكر، بنقدر نقول الفكره دي مناسبه لينا او لا. طب هو كل الناس اللي بتفكر بتقدر توصل لهدفها؟ اكيد لا. مش الفكرة ان انت تفكر بس، الفكرة ان انت تاخد الفكرة بتاعتك دي وتترجمها في الحياة، تترجمها في الحياة على هيئة هدف انت عاوز توصله عشان قادر توصل للمكان ده. طبعا ربنا اكيد معاك، وربنا دايما بيساعد اللي بيسعى. واحنا طبعا عارفين ان في كل حلقة من حلقاتنا دايما بنركز على الشخصيات المهمة، مش بس مهمة في مجالها، هي مهمة ان هي خدت كل الافكار الحلوة دي وقدرت ترجمها في الواقع. معانا النهارده ضيفين. اول ضيف معانا هو سبيشيال، وفعلا شغله سبيشيال، هيعمل لكم سبيشيال افكت. طبعا ضيفنا النهارده زي ما قلنا ان احنا قدر ياخد الفكره بتاعته ويترجمها في ارض الواقع، مش بس في ارض الواقع وخلاص ومحدش سمع عنه، لا هو قدر يترجمها ويسمع حد يسمع عنه ويبقى مشهور في مجاله. اما الضيف الثاني فقدر يتحول من محاسب لممثل. شفتوا الفرق كبير قوي ما بين محاسب وممثل. هنعرف كل الافكار الجميله دي وهنعرف ضيوفنا اكتر واكتر، بس خلينا نرحب الاول بزميلتي رانيا. صباح الخير عليكي يا رانيا. صباح الخير عليكي يا اسماء، وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا. بالفعل زي ما قلنا قبل كده ان برنامجنا الحياه فكره، الحياه عباره عن شويه افكار يا تقدر تستغلهم وتبقى بالنسبه لك فرصه مهمه جدا انت قدرت تمسك فيها وقدرت تحقق منها حاجه انت بتتمناها او بتحلم بيها، يا اما تبقى فرصه وضيعتها. علشان كده احنا بندور دايما على الشخصيات اللي قدروا يفكروا كويس، يتمسكوا بالافكار بتاعتهم، يحققوا نجاحات مهمه جدا جدا جدا. معانا النهارده ضيفين، الاثنين تميزوا في مجالهم. هقدم لكم الضيفين اللي معانا النهارده. في حد فيهم فعلا سبيشال زي ما اسماء قالت، هو شغله سبيشال وهو نفسه سبيشال. الشغل فعلا بتاعه بيبقى حاجه يعني فوق الخيال، يقدر يغير لك اي انسان كده بني ادم طبيعي يعمل لك فيه شويه شغل تلاقيه واحد تاني خالص. النهارده معانا السبيشال افكت وخبير الخدع السينمائيه رامز. اهلا بيك يا رامز. رامز وحيد، اهلا بيك يا رامز. تمام الحمد لله. وكمان معانا النهارده زي ما قلنا حد قدر ان هو المفروض ان هو محاسب خريج تجاره، قدر ان هو يغير من تجاره لممثل. معانا النهارده احمد اشرف. اهلا بيك يا احمد. اهلا بحضرتك. خلونا نبدا على طول باول سؤال معانا لرامز النهارده ونساله، انت ازاي قدرت تدخل المجال ده؟ بدات ازاي بالظبط؟ انا بدات من سن كبير، من حوالي مثلا 7 أو 8 سنين. بدات بملف والدتي. انا عملت ملف والدتي. واو. عملت ملف بس في انا كنت عملت حاجات بسيطه جدا، كان ساعتها يعني الموضوع ما كانش غير صلصال والوان ميه وحاجات كده، فالموضوع فعلا اثر فيها وخضها، فالموضوع عجبني. تمام. فنزلتها على الفيسبوك، ف يعني في ناس عجبتها برضو، ف بالظبط. فالموضوع اللي هو لفت انتباهي بدات اقرا عنه شويه، افهم هو ليه بيتعمل ازاي، ابدا ازاي، ايه الماتيريال اللي اجيبها منين، الخامات لو انا محتاج ماتيريال اقل ماديا مثلا اعملها ازاي. تمام. كل الكلام ده. طب انت اصلا ازاي انت شفت نفسك ان انت حابب تعمل ده؟ يعني ايه اللي خلاك بقى فكرت ان انا هجرب في ماما علشان انا حاسس ان انا هعرف اعمل ده؟ اشمعنى السبيشال افكت؟ هو انا عامه من زمان وانا بحب الحاجات اللي هي المرعبه او الحاجات دي، وافلام الرعب انا بحبها جدا. فحتى لما جيت افكر في المقلب فكرت فيه بدقه جدا ان هو فعلا يرعبها، فبس فعلا الموضوع كان فظيع ساعتها يعني. طب ايه الفرق ما بين خبير الخدع السينمائيه وبين الميك اب ارتست؟ وهل الميك اب ارتست يقدر يكون خبير خدع سينمائيه والعكس؟ الاثنين يقدروا يعملوا ده، بس اللي بيتطلب مجهود اكبر السبيشال افكت، لان احنا شغلنا فيه انواع ماتيريال اكتر وشغل اكتر وديتيلز اكتر، ماسكات، جروح، كدمات، وكل حاجه بتتعمل بشكل معين وديتيلز معينه بحيث ان هي ما تبقاش اوفر، يعني لكل مقام مقال. طيب يعني انت مثلا بتبقى في شغل معين او في عمل معين مطلوب منك انك تعمل شكل، انت اصلا الفكره بتاعت الشكل ده بتجيلك ازاي؟ يعني حد بيقول لك عايز تعويضه في وشه، فانت بتتخيلها ازاي؟ احنا عامه اي حاجه في جروح بالذات او كدمات لازم بنلجا للطب. تمام. في حاجات فيها طب بحت، كدمات وجروح بالذات لو في حاجه مثلا بنعرف اثرها ايه او سببها ايه، يعني واحد اتضرب بسكينه غير لما يكون اتضرب مثلا بقطر،
يعني انت بتشوف الخبطه نفسها تاثيرها بيبقى عامل ازاي وبناء عليه تعمل الشكل بقى خارجيا وداخليا كمان. يعني في حاجات بتوصل لجوه اللحم وبتبقى عميقه شويه. يعني بتعوره ولا بتعمل لا لا بتبقى الديتيلز من جوه مختلفه. يعني بالميك اب بتبين ان كان اللحم نفسه هو اللي باين بالظبط. الديتيلز من بره دي حاجه جامده قوي. جدا. طب احنا يا احمد عرفنا ان انت كنت خريج تجاره وبقيت دلوقتي ممثل، احكي لنا كده عملت ايه بقى من البدايه لحد ما وصلت دلوقتي بقيت ممثل. انا ممثل قبل التجاره. يعني قبل التجاره من وانا صغير. يعني انت بدات من بدري. انا بدات مع حد اسمه استاذ رجب. خدني اتدربت معاه ورشه تمثيل والكلام ده كله، وخدني الفيلم. بعد كده اكتشفتني استاذه شمس ممثله. بعد كده اقترحت عليا اخش المعهد مش عارف ايه، وانا كنت بدرس اصلا في الجامعه عندي. فالنقابه عملت، نقابه المهنه التمثيليه عملت ورشه خاصه بيها فدخلتها. يعني انت في ورشه تمثيل اصلا اخدتها؟ في ورشه اصلا مع استاذ رجب الاولانيه. تمام. وانا صغير صغير. يعني بقى. مثلا كده وانا 11 سنه. طب الله من بدري يعني. بدري كويس. 11 سنه ودخلت فيلم درس خصوصي مع استاذ حسن حسني. ايوه انا بحب الفيلم ده. طب هو ليه خدك اصلا من يعني ليه اشمعنى انت؟ انا كنت موهوم باسماعيل ياسين. انا يعني انا عمي بيمثل برضو الكلام ده كله، فروحت له وداني بقى الاستاذ رجب ووداني الفيلم. بعد كده عملت مسرحيه فشمس ممثله شافتني، فمن هنا بقى ابتدت معايا بقى الحكايه بقى كلها. طب انت اصلا ايه بقى اول حاجه انت شاركت فيها؟ هو فيلم درس خصوصي. طب يعني كان دورك ايه تقريبا؟ لا انا كان دوري طفل من الاطفال الصغيرين اللي مع استاذ حسن حسني اللي كان بيديهم الدرس والكلام ده كله. طب بعد كده؟ بعد كده على طول فيلم اسمه المواطن بورس. تمام. بعديه على طول سلسال الدم الجزء الاول. الله. سلسال الدم. شاركت فيك ايه بقى؟ كنت عامل ولد اللي هو المخزوب القريه ده. عطفت عليه استاذه عبله كامل. واديته جلابيه والكلام ده كله. طيب هنرجع لرامز، ايه بقى الصعوبات اللي واجهتك في البدايه علشان تدخل المجال ده؟ اصعب حاجات هي عامه الخامات بالنسبه لنا، هي كانت اصعب حاجه في البدايه. الاول انا بدات برضو بماتيريال بتتعمل في البيت. مش حلو ده. يعني كانت، بس هو لو هننتقل لمرحله بعد كده ما كانش هينفع نكمل بنفس الماتيريال. اكيد. فكان لازم نجيب ماتيريال من بره. طبعا ان احنا نعرف نوصل لها ونفهم دي بتعمل ايه ودي تاثيرها ايه وده بيعمل ايه وده ازاي يستخدم، ده كان اصعب حاجه عامه. درست عن الموضوع بقى علشان تلم بكل جوانبه يعني. طب ايه الماتيريال اصلا اللي انت استخدمتها في البيت دي، عباره عن ايه؟ كان الموضوع دقيق وسكر والوان طعام. انا مش متخيله، انا قلت اكيد يعني حاجات تانيه في الالوان. انا برضو هي الحاجه الوحيده اللي يعني ليها علاقه بالالوان هي الوان الطعام دي اللي كنا بنعمل منها الدم. طب حلو جدا. بس ده كان في البدايه جدا يعني. بس خامات بدائيه وفعلا ساعتها ادت الغرض اللي هي كانت اللي كنت محتاجه وقتها. بالظبط كده. طيب احنا طبعا المفروض ان انت هتورينا حاجه على احمد. انت طبعا انت جاي النهارده جايب كممثل وكموديل، فهنستعين بيك علشان نشتغل وانت تبدا كده تورينا بقى الشغل بتاعك. اوكي. طب اتفضل. ايدك تبقى خفيفة. الموضوع صعب؟ لا لا خالص. احنا هنعمل حاجة صغيرة برضو لو حد ممكن يتعلمها بسرعة. يعني هو في الطبيعي ممكن حد يتعلم الموضوع ده وهو مع نفسه، ولا الموضوع محتاج مجهود؟ ممكن حد يتعلمه لوحده. يعني مش محتاج أي، يعني مثلا في حاجات تانية بتحتاج مقومات معينة. مثلا يبقى عندك حتة كده إبداعية، يبقى عندك مثلا أنت بتفكر في حاجات غير كل واحد ليه تفكيره. فانا مثلا تفكيري غير رانيا، فانا ممكن اكون كده، رانيا ممكن تكون حاجه تفهمني. بالظبط. فاي حد يدخل المجال ده اللي حابب، انت لو حابه هتعرفي توصلي. هو بس مشكلتك في الاول هتبقى الالوان، درجات الالوان. انا اوريدي كنت برسم من قبل ده، فكنت ملم شويه بموضوع الالوان ودرجاتها والدنيا دي. يعني دماغك اصلا فنيه واخده اتجاه الفن شويه. بالظبط. هو اعتقد فعلا الموضوع ليه علاقه باللي عنده موهبه الرسم، اللي هو فعلا بيحب يرسم بيحب يلون.
هو فعلا قريب لموهبه الرسم اكتر منه ميك اب ارتست او بالزبط. حتى الميك اب ارتست برضو المفروض ان هم يكونوا بيحبوا الرسم شويه اعتقد. هو الميك اب بالذات نفسه عشان تعمليه لازم تبقي فاهمه في درجات الالوان، فالرسم هو اقرب حاجه فعلا لدرجات الالوان. تمام. في السبيشال افكت ممكن برضو نقول النحت اقرب حاجه، يعني احنا برضو نص شغلنا بسبب الماسكات والحاجات دي بنلحق كتير، فاحنا النحت هو اقرب حاجه للسبيشال افكت، الميك اب الرسم فعلا. تمام. طيب نبدأ على طول، هنروح لأحمد علشان نسيبك انت تركز. عاوزين نعرف بقى الأعمال التانية اللي انت قمت بيها، مثلا في دور ليك كان ظاهر قوي شوية الناس بتقابلك تقولك انا شفتك في الدور ده كده، يعني اكتر حاجة معلمة كان مسلسل اتنين في الصندوق. تمام. طلع حد غبي جدا. وبعد كده فيديو راجح ومحمود البنا، ده اعلى فيديو في الوطن واعلى فيلم قصير في الوطن العربي. شفت الفيديو ده واصل لغايه دلوقتي 15 مليون فيو ان شاء الله. ابتدت الناس تتفاعل معايا. كان الهامك من الاول منين؟ يعني انت كنت لوحدك كده بتفكر وعاوز تبقى ممثل، ولا كان في حد مثلا بيشجعك ان انت تكون كده؟ لا هو لغايه دلوقتي مفيش حد بيشجعني اصلا. لا مفيش حد بيشجعني على التمثيل النهائي. تمام. انا يعني انا اتربيت على اسمعني ياسين. تمام. انا وصديق ليا اسمه محمود ناصر، كنا عايزين نمثل، فانا كنت عايز اعمل حاجه فاروح لمحمود نصر اعمل. طب ايه رايك؟ لا حلو حلو جميل جميل صاحبي بقى. يعني هو نفس النظام برضه، هو بيمثل برضه، يعمل نفس الحاجه ويقول لي لا 10 10 لا احنا نروح نقدم بقى في حاجه نشوف مين هيكتشفنا. انا وانت اهو في حد بيشجعك. ماشي صديق عمري اهو. سو واحد بس مش عارف لو حتى واحد من الشارع استمر. لا مش المشكلة في الناس الكتير، الفكرة في ان انا اوصل لحاجة بحبها بغض النظر مين شايفني ومين مش شايفني، انا بعمل اللي بحبه بس. هي دي الفكرة. لا وربنا يعني كرمني ببوسة شمس، يعني الفضل برضو يرجع لي، يعني يرجع لربنا ويرجع لي، هي بتوجهني يعني اكتر الوقت، هي بتوجهني يعني. واكتر المشاكل كمان اللي كانت بتقابلني هي اللي كانت بتحلها لي برضو. يعني هي استاذه شمس هي اللي اكتشفتك تقريبا. هي او هي اللي قدمتك على الساحه. هي اللي طلعتني بكل حاجه. طيب هل بقى انت مثلا حابب ان انت تطور نفسك في مجال التمثيل فتاخد كورسز تانية او تجرب ورش تانية؟ انا خريج ورشه نقابه المهني التمثيليه. تمام. طب حلو ده. مفيش حاجه احسن يعني. انت دارس اصلا الموضوع. مش واخده بس مجرد موهبه وخلاص. لا. يعني وبعدين هو من 11 سنه من بدري قوي. ما شاء الله. طب دي حاجه كويسه طبعا يعني. طيب في الاخر بقى انت طبعا كلنا بنبقى حاطين دايما هدف قدامنا من الحاجه اللي احنا بنعملها دي، انت ايه هدفك من التمثيل اصلا او دخله ليه؟ عايز ارسم يعني البهجه على وش الناس. يعني انا زي ما كنت بشوف اسماعيل ياسين واحنا قاعدين في البيت وكده. هو الملهم بتاعك اسماعيل ياسين؟ ده عشقي. انا حاسه هو عشقي. عارفه والله تحس طابع على الشخصيه حتى في الملامح في الشكل شويه. ده شرف. شرف ليا. شرف ليا طبعا. كنت اشوف طبعا اي حد بيتفرج على افلام اسماعيل ياسين البهجه والسعاده بتبقى على وشه. طبعا. فحبيت بقى ان انا ارسم البهجه والسعاده زي ما اسماعيل ياسين رسمها وكده. قدرت تعمل ده في الفتره اللي فاتت دي؟ انا شاركت اكتر من عمل كمان. انا عملت مثلت مسرح. بدايتي كانت مسرح اصلا. مسرح يعني كويس. كانت مسرح برضو مع ابو الليف و حسن عبد الفتاح. لا بداياتي كانت مع نجوم اصلا. مع بدريه كنت في فريق بدريه طلبه في المسرح بتاعها. طيب يعني انت طب اصلا لوحدها دي حكايه جميله. طب يعني انت اصلا واخد اتجاه الكوميدي ولا التمثيل عموما؟ لا هو الكوميدي. يعني انت حابب تبقى يبقى تخصصك والله كوميدي؟ والله انا مش انا حابب، هم المصنفين الكوميدي. بس انت برضو انت يعني تركيزك كله عاوز يبقى زي استاذ اسماعيل ياسين. تركيزك كله كوميدي اسماعيل ياسين. هي بتطلع يعني مسميني التلقائي. فهي بتطلع كده ما اعرفش انا ازاي ممسك الدور حتى لو دراما او رومانسي او الكلام ده كله، فبيطلع غصب عني كوميدي. طيب بما انك جبت سيره المسرح، اكيد طبيعي ان الوقفه على المسرح غير التمثيل ورا الكاميرا في فيلم سينما او في مسلسل. هي اكتر حاجه الرهبه. ايوه طبعا. ناس كتير قدامه. بالظبط. غير ورا الشاشه اكيد. لا والجمهور، انت الجمهور صعب يعني. انت اول ما بشوف الجمهور انت
قلبك بيقف بتنسى الكلام ولا الموضوع بتسيطر عليه ازاي؟ احنا بقى متدربين بقى في حاجات اسمها ارتجال، نرتجل والكلام ده، الورش بقى قبليها لازم تاخدي ورش، ما ينفعش نطلع نمثل على طول كده مننا نفسينا كده. في اساسيات للمسرح كده، وفي ورش معينه ذات المسرح بصراحه، في ورش معينه حتى لو نسيت ارتجل، بس نرتجل في سياق الموضوع كده. طيب خلينا نسال رامز بقى عشان تقول لنا حاجه بسيطه على اللي انت بتعمله، يعني ايه بقى الستبس اللي انت بتمشي عليها وبتبقى عباره عن ايه وكده؟ هو عورني جامد. لا 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 احنا الستبس احنا بنعمل جرح عامه عادي جدا. طيب بسيط. الماده دي اسمها واكس، هي عباره عن شمع، شبه شمع بس هو صالح للبشره يعني. تمام كويس. لا انت عيش. لا لا انا اشتغلت مع رامز البابا يجا، فانا يعني كنت كان جسمي كله بقى، فمش حاجه جديده. لا ما عامله بابا يجا ده اللي كان حسام التركي مع ضيف الحلقه اللي فاتت، احنا اتكلمنا عن المسلسل وعرضنا الجزء بتاعه. فكان كنت عامل الايفكت بتاعت حسام وبتاعت احمد. بص هايل هما انتوا الاثنين هايل جدا، دور الرعب في الموضوع، انتوا اللي خوفتونا يعني. حسن لا انا في الاول انا رامز كنت مرعوب، ايه ده انت تحط لي حاجات على جسمي، لا طب البشر، لا مش عارف ايه. لا ابتدى بصراحه يعني هو حط لي كريمات الاول بتعادل عشان ما يحصلش اي حاجه ولا والدنيا غسلت وشي وغسلت دراعاتي والكلام ده كله. طب يعني الماتيريال دي ملهاش سايد افكت خالص؟ تمام مفيش اي سايد افكت في الموضوع ده بالذات، وهي عامه كلها بتبقى يا امريكا يا لندن، واكثريتها لندن وفرنسا يعني بالذات، يعني مضمونه شويه. اوكي. معامل بيجربوها ومعامل وحاجات كتير جدا بتدي ده، يعني بتطلع نتائج عندها الاول قبل ما يعني بنشوفها قبل ما نشتريها. تمام. طيب يعني انت علشان تعمل جرح زي ده بقى قول لنا الستبس بتبقى عباره عن ايه بالظبط تقريبا؟ احنا عاملين جرح عادي جدا بسيط جدا. اوكي. احنا عاملينه عشان لو حد عايز يتعلم في البيت برضو اسهل. اوكي. احنا الماده زي ما قلنا هي واكس. احنا بس المفروض بنفردها باي ماده مذيبه، فازلين مثلا، حاجه زي كده. وبعد كده مثلا احنا محتاجين نعمل جرح، فاحنا بنفتح في الجلد نفسه، احنا عندنا جلد يعني شبه الجلد بتاعنا، فاحنا مثلا نقدر نعمل حاجه زي كده. اوكي. او جرح ونفتح بقى مثلا، لو بنتكلم في البدايات مفيش ستيبس او مفيش حاجه معينه احنا عايزين نعملها، فهنعمل جرح طبيعي جدا حاجه زي كده مثلا. يعني لو مطلوب منك حاجه معينه انت بتنفذ الحاجه المطلوبه زي ما هي. هتبقى لو في السينما شغل هيبقى بروفيشنال اكتر سيكا، لان هو الموضوع ده بالذات بيحتاج خامات تقعد فتره اطول. اكيد طبعا. بس طب يبقى لون الجلد يعني بيأثر شويه في الماتيريال دي ولا اي لون جلد؟ المفروض بيتحط لكل جلد درجه الدرجه القريبه منه. بس احنا هنا طبعا عشان بنعلم حد، فمش مش متفقين على النظريه دي، لان مش كله هيعرف يجيب درجه الالوان والحاجات دي. فاحنا بس معتمدين على الوكس وعلى الدم. تمام. بس ما عندناش حاجه تانية. طيب يا رامز عايزين نعرف بقى ايه هي الاعمال اللي انت شاركت فيها، ايه الحاجات اللي اتشافت وكان الشغل ده بتاعك وكده؟ كان 2018 كان في مسلسل اسمه 30 ليله وليله. هو كان معايا فيه برضه. رامز صديق المدرسه اصلا يعني. حلو ده. لا بس ما كناش نعرف، كنا في نفس يعني نفس المجال بس ما كناش نعرف. يعني انت اتقابلنا في فيلم الموضه صدفه، ايه ده انت بتعمل ايه؟ ايه ده انا بس كنت عارفين بعض شكلا مثلا. عارفين بعض كويس يعني، هم زمان بس ما يعرفوش المدرسه. هو ما يعرف، هو ما يعرفش ان انا شغال في المجال بتاعي، وانا ما اعرفش نفس النظام، فكانت احلى صدفه في حياتي. والله كويس. لا اشتغلت مع بعض اعتقد كتير بعد كده كتير. تلات اعمال. في حد اهو مشجع ليك تاني. في اثنين واحده بتشجعك. بين اربعه. تمام. طب ايه بقى باقي الاعمال بتاعتك؟ احنا عملت 30 ليله وليله، ده كان في رمضان 2018. المعهوده. وكان في برضه صور منه مع تركي. كان هو مهندس الديكور بتاع بالظبط الفيلم. بالظبط. والبابا يابا، مسلسل بابا يابا. تمام. ده مسلسل قصير، ده مليان رعب. ده فظيع بصراحه. هو رعب يعني من اوله لاخره رعب. بالظبط. في ايه تاني؟ في سيرك 18. في حاجات كتير. ايه تاني؟ مش تفكر ان انت مش معايا في المجال؟
انا مش فاكر انا شغال ايه. بس نكمل الجرح اه نشوف اخر ستيب مثلا فيها هتبقى ايه. ماشي نعمل ده. احنا هنزود دم اكتر وهنسيل اكتر. يعني الدم دلوقتي هيبتدى يتجلط زي كده. تمام. ده حله سهل جدا. انا عايزك تعمل وشي شوية. خد راحتك. ها. انا عايز انت مستعب يا الدنيا معايا الحمد لله يعني. طيب يا احمد في حاجة بقى جديدة جاية ليك ولا لسه شوية؟ في حاجة مع طاهر ابو ليلى. تمام. تمام. وحمدي المرغني. جايبيني انا المترجم بتاع طاهر ابو ليلى. الله. بس الله انا بتكلم زيه. انا بتكلم زي طاهر. طب خلينا ناخد بس بعض الصور كده من شغل رومس. تمام. كمل واحنا هنشوف الصور. ماشي. شوف الصور. يلا شوف الصور. واو. طب بص عاوزين كومنت على الصورة دي. يعني ايه ده؟ ايه دي؟ صلاة. مين؟ دي صلعة. صلعة. ده المفروض حابب شعر وتمام جدا. اه. دي صلعة. وده المفروض كان دور السادات. حد هيعمل مسرحية دور في مسرحية السادات. اه. فهو اوريدي واخد التون بتاع السادات ومتركب له صلعة. اما انا حاسة ان في شغل كتير قوي في الوش. مش تعرفيش الشخص اصلا. واو. دي في البابا يقع. في البابا يقع. انا مذاكره كويس. وانا كده. ده البابا يقع برضه. اه. تركي. أيوة. تركي. تركي. المنظر مخيف بجد. ايه ده؟ دي كان دي بقى المفروض دور البابا جاجا نفسها. دي البابا جاجا نفسها. دي المفروض ايد محروقه. ده دور مكذوب. ده وش محروق. غبي ده قوي يا رامز. صعب قوي. صعب. ده صعب مش بعقل. ده دفع. ده طب انت ما بتخافش؟ يعني انا اصلا بشوف الصور. انا مش عايز افاجئك ان الصوره اللي فاتت دي بابايا. والله بابا. هو للاسف احنا وصلنا نهايه حلقتنا. شغلك مظبوط بطريقه مش طبيعيه. انا حسيت ان هو زي ما هو. يعني انا حاسه ان انت متعور دلوقتي. انا نفسي اشوف. اه بجد متعور. عليه برضو علشان الناس تشوف الشغل. طبعا هو يعتبر ما خلصش شغله كامل بس يعني ده اقصى حاجه قدرنا نوصلها في الحلقه. طبعا احنا عارفين دايما في شخصيات زي ما قلنا شخصيات مشهوره شخصيات قدرت تحقق حلمها. بشكر استاذ رامز واحمد نورتوني جدا جدا جدا. وان شاء الله استنونا في حلقه جديده واشخاص جديده نجاحات جديده. استنونا في حلقه جديده يوم الاحد الساعه 11 مع رانيا عرام واسماء زايد.